مرحبا. جديد مواقع التواصل الاجتماعي وأبرز الأمور اللي تداولوها رواد هي المواقع رح نتعرف عليه سريعاً خلال الدقائق الجاية. خلينا نبدأ Let's Login بالبداية على إنستغرام. خبرنا الأول غريب جداً من نوعه، ويعني بشك أنه يكون أي حدا فيكم سمع أو شاف هيك شيء من قبل. فكرة بسيطة ما بتنحسب بشكل صحيح ممكن توصل ببعض الأحيان بأصحابها لمطارح خطيرة كتير. هي السيدة الأمريكية طلعت بفيديو عبر إنستغرام من حوالي أسبوع صار محقق ملايين المشاهدات. هالسيدة حكت قصتها الغريبة لما اكتشفت نفاذ سبراي الشعر، مثبت الشعر من عندها بعد ما خلصت شعراتها، وحبت أنه ثبتهم بهذا السبراي، وفكرت أنه إذا بتستخدم بداله صمغ بخاخ على رأسها ممكن تحصل على نفس النتيجة. هي فعليا حصلت على نتيجة أفضل بكتير، ولكن بكتير بكتير يعني بطريقة مبالغ فيها، لأنه شعرها صار له على هي الحالة حوالي شهر وهو ملتصق برأسها بدون ما تقدر تحركه نهائيا بسبب المواد الكيميائية الغريبة والمناسبة طبعا لجسم وشعر وجلدة رأس الإنسان الموجودة بهذا الصمغ. السيدة نشرت كمان صور وفيديوهات على إنستغرام بتوضح زيارتها لعدة مراكز طبية والوصفات والخلطات الكثيرة يلي حاولت تجربها مرارا وتكرارا بدون أي فائدة. لهيك قررت تطلب المساعدة عبر السوشيال ميديا من الناس، وفتحت صفحة لنفسها عبر موقع GoFundMe المخصص لجمع التبرعات لحتى تقدر تتحمل تكاليف عملية جراحية اقترحها عليها أحد الأطباء ترجع لها جلدة راسها وشعرها بشكل طبيعي، ولكن هالعملية بدها تكلف حوالي 15,000 دولار. لتعلن من أيام قليلة هي السيدة وحتى من ساعات قليلة أيضا عبر إنستغرام إنها متوجهة برحلة لوس أنجلوس لتعمل هي العملية بعد ما نجحت تبرعات الناس بتأمين المبلغ المطلوب. مرحبا، شعري صار له هيك حوالي شهر، هذا مو خياري. لما بعمل شعري بستعمل هذا السبراي لحافظ على شكله. هالمرة خلص السبراي من عندي واستخدمت هذا الصمغ بداله. فكرة سيئة جدا جدا جدا. طبعا اذا في اشخاص مستغربين انه شو هو هذا الصمغ اللي عنده هي القدره الخارقه، هو صمغ يعني صمغ يستخدم للتصليحات المنزليه لتلزيق الخشب الحديد يلي هو كان عم بفك او شيء، مستخدم او منتج يستخدم لهي الاشياء المنزليه، ولكن ما لازم ينحط ابدا على الراس لانه هو كثير بيمسك بشكل قوي، فكان من الطبيعي يمكن انه يمسك بهي الطريقه على راسه، ولا مع انه هو صمغ بخاخ. يعني اشياء غريبه نحن ما عناها هون ولكنها موجوده بدول تانية. على كل السيده برحله العلاج حاليا والمفروض تخضع لعمليه جراحيه لحتى تقدر ترجع شعرها وراسها ده الشكل يلي طبيعي ومتعوده هي عليه وكل الناس عندهم اياه. ثاني خبر معنا بحلقه اليوم رايحين نعمل فيه لوج ان، ولكن هالمره على يوتيوب. جرعة الأخبار الغريبة بحلقة اليوم ما زالت مستمرة، ولكن هالمرة يمكن بعيدة شوي عن الأمور يلي رح تكون مرتبطة بمعاناة الناس أو أذيتهم والمشاكل اللي عم بتصير معهم. خبرنا الثاني كمان من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من عالم المحاكم والمحاميين والقضاة. فبسبب جائحة كورونا واستمرار العمل عن بعد بكثير من المهن تلافيا لأي ازدحام محتمل، تعرض محامي بتكساس لموقف محرج لما ظهرت صورة قطة بجلسة استماع للمحكمة عبر الفيديو مع قاضي عبر تطبيق زوم كانوا عم يحكوا فيه مع بعض تلافيا للتواجد بمقر المحكمة، الشيء اللي أثار موجة من التعليقات الساخرة والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي يلي انتشر فيها الفيديو والقصة على نطاق واسع جدا. فخلال جلسة الاستماع هي عبر زوم مثل ما كنا عم نحكي المخصص لاجتماعات الفيديو والفيديو كولز، ظهرت بالمربع المخصص للمحامي صورة القطة بدل من صورته. القصة باختصار انه هذا القطة او هي القطة هو فلتر كان ابن المحامي مشغله وعم بيتسلى فيه، يمكن عم يحكي مع رفقاته، وهذا الفلتر بيحول الشخص الظاهر قدام الكاميرا لقطة بتحكي بتصير مثله وبتحرك عيونه بنفس طريقة حركة عيونه. فالولد يبدو انه نسي رجع الاعدادات لشكله القديم بعد ما خلص تسلاية، ليظهر والده بهذا الشكل لما اجى ليفتح زوم ويستخدمه ليحضر جلسة الاجتماع او الاستماع قدام القاضي والمدعي العام. الفيديو عم ينتشر بشكل واسع للغاية وصار محقق لحد اليوم أكثر من 22 مليون مشاهدة خلال أقل من 48 ساعة. بعتقد أنه كمشك الفلتر بإعدادات الفيديو
يمكن لازم تشيله. صح، بس ما عم أعرف كيف بدي شيله. مساعدتي جنبي وعم نحاول نشيله. أنا هون لايف معكم، أنا مو قطة. إيه بعرف ملاحظ هالشي. أهضم محامي بتاريخ المهنة يمكن بالحياة، يعني يمكن هذا المحامي إذا بيكون هيك شكله فعلياً يمكن ما بيصفى في صبية بالدنيا ما ممكن يتوكله لحتى يتولى قضاياها. آخر خبر معنا بحلقة اليوم رح نعمل فيه لوجين على تيك توك. هالخبر يمكن ما يكون بأول اهتمامات شريحة من الناس والعالم، هذا أمر طبيعي ومنطقي خاصة محليا كون تيك توك غير متاح عنا بسوريا، ولكنه فعليا الخبر الأهم حاليا عند كافة مستخدمي تيك توك بأمريكا وحتى الشركة الصينية ذات نفسها. الأشهر الماضية على تيك توك كان عنوان العريض الصراع بين إدارة التطبيق الصيني وبين الرئيس السابق دونالد ترامب اللي كان مصر على نقل ملكية التطبيق لشركة أمريكية مقابل استمرار خدماته وبقاء التطبيق متاح للمستخدمين الأمريكيين، بعد ما زعم لترامب بأنه التطبيق بيقتحم خصوصية المستخدمين الأمريكان وبيقوم بمشاركة معلوماتهم الموجودة على هذا التطبيق مع الحكومة الصينية بخطوة بتهدد الأمن العام الأمريكي حسب ما إدارة ترامب كانت عم تدعي وتزعم. وفعلا كنا عم نسمع بالأشهر الماضي عن مفاوضات كثيرة وصفقات وصلت كلها لطريق مسدود وما قدرت تنقل ملكية تيك توك أو تنقذه من الحظر المنتظر كان من قبل ترامب، ولكن يبدو أنه رحيل ترامب بيعني بالتالي رحيل خططه وقوانينه كمان. فحسب التسريبات الصحفية الأخيرة بأمريكا، علقت السلطات الأمريكية خطة لفرض بيع تيك توك لمستثمرين أمريكيين بالوقت يلي عم تقوم إدارة الرئيس جو بايدن حاليا بمراجعة المخاطر الأمنية المزعومة يلي سبق وأثارتها الإدارة السابقة بشأن التطبيق الشهير اللي بتملكه شركة بايت دانس الأمريكية الصينية، كما أنه إدارة بايدن أوقفت لأجل غير مسمى خطة طلب بيع تيك توك لشركة أوراكل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا. ولكن هي المعلومات ما زالت بإطار التسريبات لحد اليوم بدون أي تأكيد رسمي من حيال مصدر أمريكي لحد هي الساعة. لهم نكون وصلنا لختام هي الجولة، برجع بشوفكم بكرة إذا الله راد بجولة نهاية الأسبوع. هلا وقتها تبقوا بألف خير. Let's log out. سلام.